في شوطنا السابع عشر للجعادين المحليات الأصايل، ونتمنى التوفيق لكل الأسماء وشعارات أصحاب السمو والشيوخ الحاضرة في هذا المساء. أتقدم مع المركز الأول وأتابع الصدارة في هذه اللحظات. من يتقدم؟ هذه الأسماء، يتقدم مشوش لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم، سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. في المتابعة نقلتنا على المركز الثاني غزيلان القادم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم وسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. في المتابعة المركز الثالث القدوم من العاصوف لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى وسالم بن خلفان بالشاوي الاغفلي. في المتابعة رابع الأسماء يصل في هذه اللحظات المسك، يصل لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. والمركز الخامس يصل هجام لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي. في المتابعة المركز السادس يصل شاهين لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم عبد الله بن ثعيلب الهايري. والمركز السابع يصل مصقل في هذه اللحظات لسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مايد بن محمد بن حلفان. في المتابعة ويتدخل في هذه اللحظات على المركز التاسع يصل شاهين من هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. والمركز العاشر يصل شاهين من هجن الرئاسة وأحمد بن مطر بن مايد الخيلي الفيلسوف. من يتابع انطلاقاته وتحدياته ومن بدع في هذا المساء مع هجن الرئاسة، عودة مع البداية، عودة مع المقدمة. أتابع في هذه اللحظات التغييرات من المسك اللي غير واحتل المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي. من يتابع انطلاقات وتحديات المسك على المركز الأول هجن الرئاسة القادمة مع شاهين على المركز الثاني أحمد بن مطر بن مايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب. والمركز الثالث يصل العاصوف على ثالث المراكز لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى وسالم بن خلفان بالشاوي الأغفلي في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع يصل هجام لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي. من يتابع؟ والمركز المركز الخامس مرحب القادم لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل الهيان وبركي. من يتابعه الرشيدي. المركز السادس يصل في هذه اللحظات الباز وأول نداء للباز لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مختار بن أحمد. من يتابعه المركز السابع يصل شاهين من هجن الرئاسة والفيلسوف. من يتابع انطلاقاته وتحديات شاهين على سابع المراكز. المركز الثامن يتقدم الأسد في هذه اللحظات لهجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعري المري. في المتابعة المركز التاسع يتقدم في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم عبد الله بن ثعيلب الهايري. في المتابعة والمركز العاشر أتابع في هذه اللحظات التقدم من هملول لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد المتعب الصغير. من يتابع انطلاقات وتحديات هملول؟ ولكن عودتنا مع البداية المنعطف الأخير إلى المنصة الرئيسية اتجاهنا وإلى الناموس، و1200
عن خط النهاية، عودة إلى البداية، عودة إلى المقدمة. معهدنا الرياسة تقدم هنا شاهين وتقدم الإبداع في هذا المساء مع الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي مضمر مرضية. المركز الثاني القادم الباز لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مختار بن أحمد من ياتي هنا بإنتاج بدع ثلاب. المركز الثالث القادم الأسد، الأسد الأسد من هجن الرياسة وصالح بن سعيد بالعري المرية. فالمتابع المركز الرابع أشوف القدوم، أشوف التسلل في هذه اللحظات من هملول لاسمه شيخ حمد بريد المكتوم سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد القادم المتعب الصغير والفيلسوف، وكذلك صالح بن سعيد بالعري المري يتابع انطلاقات هجن الرياسة. هجن الرياسة تقدم الأسد على المركز الأول، المركز الثاني شاهين من هجن الرياسة، المركز الثالث القادم هملول لاسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم، ولكن بعود مع المركز الأول الأسد من هجن الرياسة. الأسد على المركز الأول من هجن الرياسة وصالح بن سعيد بالعري المرية من يتابع انطلاقات وتحديات الأسد. على المركز الأول شاهين من هجن الرياسة القادم على المركز الثاني، ولكن تهانينا والناموس لهجن الرياسة. وإلى ما وإلى المتابع انطلاقات الأسد صالح بن سعيد بالعري المري المركز الثاني. وصل شاهين من هجن الرياسة المركز الثالث هملول لاسمه شيخ حمد برايد المكتوم المركز الرابع. وصل شاهين لاسمه شيخ حمد برايد المكتوم المركز الخامس. وصل الباز لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز، عودة مع التوقيت الزمني وساعة وصول الأسد من هجن الرئاسة. توقيته الزمني 7:37 وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن سعيد بالعري المري من تابع انطلاقات وتحديات الأسد في هذا المساء. المركز الثاني وصل شاهين من هجن الرئاسة وتوقيته الزمني 7:37 وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي. والمركز الثالث وصل هملول وتوقيته الزمني 7:39 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن مروشد من تابع انطلاقات هملول اللي وصلنا على المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهد